من جديد مشاهدينا الكرام، نرحب بكم أجمل تحية مع المجلة الرياضية. كنا في تسجيل كامل منذ الساعة الثانية وحتى الثالثة لحفل جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية والتي أقيمت في الأسبوع الماضي. شاهدنا أبرز لقطات هذا الحفل والفقرات التي تخللته. إن شاء الله مستمرين في المجلة الرياضية حتى الساعة الرابعة والنصف. سيكون أيضا الحديث عن مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم والتي أصبحت فيها الأمور معقدة جدا بعد أن تلقى منتخبنا 5 أهداف حتى قبل ربع ساعة من نهاية المباراة مع طرد للاعب عبد الله ذيب، كان هاتريك للاعب هوندا، ويعني كان أحد الأهداف وهو الهدف الخامس جاء من ركلة جزاء منتخبنا. بالتأكيد سنمر على أسباب هذه الخسارة، كل تفاصيل هذا اللقاء مع المنتخب الياباني هنالك في اليابان، ولكن بعد نهاية المباراة التي ستنتهي بعد حوالي ربع ساعة من الآن. كان هذا جانب منتخبنا الوطني لكرة القدم والخسارة القاسية حتى الآن، ولكن بالتأكيد لدينا هنا في الاستوديو جانب مشرق أيضا للرياضة الأردنية. هما لاعبان نجمان في الرياضة الأردنية مختصان بلعبة السباحة أو رياضة السباحة، سيشاركان إن شاء الله في دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012. باسمكم جميعا نرحب باللاعب كريم عناب في 50 متر حرة، وأيضا تليتا بقلة أيضا في نفس المسافة 50 متر حرة. أهلا وسهلا فيكم. بداية خليني أبدأ بكريم. بالتأكيد يعني كان حدث كبير أنك تشارك في دورة الألعاب الأولمبية. شو كان شعورك لما بلغت بأنك ستشارك في هذه الدورة التي ستقام في لندن وتجمع أفضل رياضيين الكون؟ خلينا نحكي. طبعا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على التلفزيون الأردني لهذه الاستضافة الحلوة. الفرحة طبعا كبيرة جدا، يعني أكثر ما تتخيل. شرف كبير لأي رياضي بالعالم أنه يشارك بالأولمبيكس وتجي الفرصة أنه المشاركة في الأولمبياد، ففرحة كانت كتير كبيرة لا توصف يعني. فالحمد لله الله وفقنا وإن شاء الله رح نشارك ونرفع العالم الأردني إن شاء الله. ابتليت أنت توقعتي لما بدأت في عالم السباحة أنك في يوم من الأيام تشارك في دورة ألعاب أولمبية؟ وبالتأكيد هي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية يعتبر التوب لأي لعبة. هلا اوليتها لا بالاول، بس بعدين انه صار في انه كثير ارقام منيحه لي، وانه ايش كثير حلو انه اي لاعب يعني يروح على الاولمبيكس وانه يعمل ايش كثير منيح يعني. طيب خليني اكمل مع كريم. كريم انتوا الان المشاركه عندكم راح تكون بلندن بعد حوالي شهرين من الان. متى بداتوا التحضير وانت بتشارك في 50 متر حره؟ هلا التحضير طبعا مش للاولمبيكس خصوصا، كان تحضير بشكل عام. رحنا معسكرات على امريكا وتقريبا 2010 2011، رحنا كمان معسكر بدبي بال 2012. كانت تحضيرات اوليه يعني للمشاركات، كان في بطوله عالم لازم تشارك فيها عشان تروح للاولمبيكس. فالحمد لله كانت المعسكرات ممتازه وتدريبات واستفدنا خبرات منيحه. ان شاء الله يعني في هلا استعدادات ثانيه، كمان في بطوله الاسبوع الجاي ان شاء الله في تركيا، كانت راح تكون بطوله تدريبيه، وبعدين ان شاء الله راح نروح معسكر لسه مش معروف وين ان شاء الله، بلكي باسبانيا. وهذا المعسكر راح يكون خصوصا للاولمبيكس، راح يكون التركيز علي وعلى تليت اكيد عشان احنا الاثنين رايحين على الاولمبيكس، فان شاء الله يعني. طيب تليت انتم بلشتوا من 2009 2010 ويعني عده سنوات، كيف تعاملتي مع هالنفس الطويل للتحضير؟ بالتاكيد بيحتاج جهد كبير منك سواء من عائلتك، اكيد في عندك دراستك، كيف قدرت تنسقي امورك؟ هلا مع الدراسه شوي كان صعب بالاول، بس بعدين عادي زبطته وكل شيء. بس انه التمرين كان انه كنت اشتغل كثير منيح ونعمل كثير جهد كثير عالي وهيك، وانه كان يعني الدكتور علي النواس يعني كان مساعدني شوي يعني بالتمرين وهيك، انه بحكي لي ايش اعمل وايش ما اعمل وايش هذا هيك ومش هيك، بس يعني هيك. طيب كريم انت معسكرات امريكا، معسكرات في دبي، بتحكي لي كمان ان شاء الله معسكر في اسبانيا، شايف خطه الاعداد كافيه لانه يكون عندنا ميداليه في 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 رياضه زي رياضه السباحه؟ ونحن بنعرف انه السباحه منجم بالميداليات، يعني ما يوزع بالسباحه يعادل بجزء 4 أو 5 لعبات، بجزء فوق 36 ميداليه اذا ما ذهبيه. فهل تعتقد انه لدينا ممكن مشروع لاعب يجيب ميداليه بدوره الالعاب الاولمبيه؟ صراحة في عندنا بالأردن يعني الحمد لله في قاعدة سباحين كثير مناح، وفي لعيبة صغار يعني هلا ممكن يتم التركيز عليهم، ممكن يتجهزوا هم للأولمبيكس يعني في سنة معينة يعني قادما.
هم صراحة عندهم المؤهلات بس بينقصهم إعداد خطة إعداد كاملة لمدة 8 سنين يعني، لأنه السباحة طبعا رياضة صعبة مش سهلة أبدا، تعتمد على الأجزاء من الثانية يعني، أي غلط أنت ممكن تسويه خلال السباق ممكن يضيع عليك السباق. يعني الحمد لله احنا في عنا قاعدة سباحين ممتازة، ويعني هي لازم بدهم خطة للأولمبيكس من السنة هاي يعني، يعني بلكي بعد 8 سنين إن شاء الله بيطلع لنا سباحين وعدي. تليته 27 ثانية و30 جزء من الثانية هو رقمك، رقمك الشخصي ورقمك الأردني في هالمسافة. مقارنة مع 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 يعني السباحات العالميات بالتأكيد هذا الرقم بجزء صعب انك توصل الى ارقام سباحة العالميات، ولكن بالتأكيد انت فيك طموح بهالدورة، شو هو؟ انه الاولمبيكس يعني؟ اكيد. هلا انه يعني انه نشد وراهم يعني، بركي انه جبنا رقم منيح، انه كتير يعني انه منيح انه نشد وراهم وهيك، نعمل رقم كتير منيح بس. طيب كريم انت رقمك ايضا، خلينا نذكر الساده المشاهدين بارقام الارقام المسجله بلاعبينا، ان كريم عناب ايضا عندك 23 ثانيه و57 جزء من الثانيه. في طموحات شخصيه سواء بالمنافسه الجماعيه او الرقم الشخصي، دائما هنالك تنافس سواء بالعدائين او السباحين، بتنافس مع الاخرين ويتنافس مع نفسه. بتفكر انك تحطم رقمك، وشو طموحك بتحطيم هالرقم؟ هلا احنا طموحنا كان التاهل للاولمبيكس عن طريق اللي هو الرقم التاهيلي اللي هو 22-88، هو صراحه مش بعيد يعني. فالتركيز كان كله على الرقم التاهيلي والتاهل للاولمبيكس. هلا في رقم الاردني تقريبا قريب 70 جزء يعني، بتحكي عن اقل من ثانيه. فان شاء الله الهدف هو مش الرقم الاردني ولا الشخصي يعني، الهدف انه نجيب الرقم التاهيلي للاولمبياد. طيب تليتا يعني السباحة ما عمرنا شفنا منها ميداليات، وجوز احنا ما عمرنا شفنا ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية بالنسبة للأردن، ولكن ربما السباحة تكون من الرياضات اللي ممكن تحصل لنا ميداليات بسبب الكم الكبير للميداليات اللي يوزع، بسبب ربما يعني خامات أردنية موجودة زي ما حكى كريم عناب. شو بحتاج رياضة الفتيات عندنا في الأردن في السباحة حتى نشوف بطلة أولمبية؟ يعني من ناحية تدريب، من ناحية تحضير، من ناحية معسكرات، شايف انه ممكن يكون عندنا بطلة تحقق ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية؟ هلا ان شاء الله يعني اي حدا انه يحقق ميدالية انه بالأولمبيكس، لانه كثير اشي حلو الواحد يحقق ميدالية يعني. بس هو الواحد لازم انه يشد على حاله، وانه من تفكيره يعني انه هو بده انه يصير انه بطل أولمبي، وانه يعمل ميدالية، مش انه حد يصير يحكي له انت لازم تعمل هيك، انت لازم تعمل هيك، انت لازم تعمل هيك. طيب كريم، التحضيرات اللي عملتها على مدار 3 سنوات بالتاكيد عمل مرهق، عمل مش سهل انك تشارك في دورة الالعاب الاولمبية. احنا تحدثنا بانه اذا كانت هذه المعسكرات كافية بعد هالسنوات ولحظة المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية، وانت جاهز الان بدك تقفز للحوض، شو راح يخطر في بالك من ناحيه انك بتمثل بلدك وجهد سنوات جهدك وجهد اتحادك وجهد مدربك؟ اكيد صح. هلا صراحه يعني انا اكتسبت خبره كبيره من المشاركات ببطولات العالم للسباحه وبطولات ثانيه. لما الواحد يفكر بهاي الشغلات بصير عليه ستريس كثير اكبر يعني، من الواحد لازم يفكر بالسباق نفسه كيف حاول تنساها. الواحد بفكر بالتكنيك يعني، هاي شغلات مهمه بس تكون قبل السباق. بس في لحظه انه انطلاق السباق تفكر بالتكنيك، ايش اللي انت تعلمته، ايش اللي بدك تسويه ب 50 حره يعني، 50 حره عباره عن 23 ثانيه فيعني على السريع بتخلص. فالواحد بده يركز، مش ب بده يركز اهم شيء بالتكنيك وايش هو متعود بالسباق او بالتدريب عشان يعمله. طيب امنياتك تليتا ان شاء الله في الاولمبياد شو راح تكون؟ يعني اجيب رقم يعني كثير احسن من اللي عندي اياه، وان شاء الله نرفع علم الاردن. كريم انت ان شاء الله شو 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 متامل؟ والله انا متامل خير ان شاء الله، ومتاملين نجيب الرقم التاهيلي هو اهم شيء يعني ان شاء الله. احنا انتم دائما بتشرفونا في المجله الرياضيه، احنا مع كل الابطال اللي راح يشاركوا في دوره الالعاب الاولمبيه ان شاء الله. مبسوطين انه تكونوا معنا ضمن حمله للترويج للمشاركه الاردنيه في دوره الالعاب الاولمبيه. انتم بتمثلوا رياضه السباحه. الاتحاد الاردني للسباحه يبذل جهود على مدار عده سنوات، ان شاء الله تكون مشاركتكم على مستوى الطموح، وان شاء الله تعودوا بالنتائج المرضيه لكم شخصيا ولبلدكم بالتاكيد. ان شاء الله شرفتونا. اهلا وسهلا كريم عناب وتليتا بغله، خليكم مرتاحين معنا. بدنا الان نتحول لملف كره السله.
هنالك تصفيات منطقة غرب آسيا أو بطولة غرب آسيا.